ايام طبعا كان سن الفيل لسه ما عملوش حظر وكده، فكان هما بيشتغلوا في سن الفيل كتير. لما بدأ السن ينقرض وكده، ومصر دخلت الاتفاقية اللي هي حظر السن وكده، فبدأنا نشتغل نشوف حاجة بديلة لنفس الخامة. فتعرفنا بخامة اللي هي القرن الجاموس والخشب، فبدأنا ننحت عليهم نفس الشغل تماما على السن. طبعا هو مش نفس القيمة بتاعت السن الفيل، بس ألوانه وخامته كخامة بتجبرنا إن احنا نتعامل معاها بحرص، إن هي خامة جميلة. إن أنت بقرن جاموس بتلاقي حدك بتطلع منتج أنت مش متوقع إن ده يطلع منه. هي مرهقة جدا بس حب حب من خامة الناس بتستحقرها ان انت تطلع فيها حاجة بعد كده مبهرة. يعني محدش متوقع ديت قرن جاموس، يعني دي كده اهوت محدش متوقع دي خالص، دي قرن جاموس خالص، ولا بالالوان ولا بالروعة ديت، ولا يعني دي ماما اللي هي بومة لاباحة البومة زي ما هي، بس حضرتك بتشوف الخامة بتاعتها بتقول الله. صنفر ده بس ولا